بتهيألي المبلغ ده يكون كافي أوي. كافي إن شاء الله، ولو في زيادة هنتصل بسعادتك تيجي تاخدها. إن شاء الله. أستاذ سمير، سعادتك ليه ما بتجيبش جواب من النقابة عشان الحاجة تتعالج على حساب النقابة؟ ما هو النقابة لها مستشفياتها وما هياش مستشفيات استثمارية زي اللي احنا فيها دي. وبعدين الحاجة لها رأي دايما ان في غلابة في النقابة احوج للعلاج منها. هي الحمد لله مسطورة ودي فلوسها. الحمد لله. وان شاء الله يا رب تكون اخر مرة نجيلكوا هنا وندفع لك حاجة. ان شاء الله. شكرا. الف سلامة. الله يسلمك. سلامة يا استاذ. الف سلامة. هنعمل ايه دلوقتي؟ ميعاد رفع الستارة يا استاذ. الهانم لسه ما وصلتش. هي كان عندها تصوير النهاردة؟ لا تصوير ولا نيلة. ده عندها تكريم عشان فيلم خلي بالك من زوزو. أنا مش فاهم لا لا اللي عاملينه عشان فيلم خلي بالك من زوزو ده، وكأنهم جايبين الديب من ديله يعني. طب هنعمل ايه في التأخير دلوقتي يا استاذ؟ معرفش بقى. ربنا يسوق الهانم. الله يسلمك يا سيدة. ازيك يا سيدة؟ الحمد لله يا استاذ سمير. فرحانة إن الحاجة رجعت بيتها؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا ماما. ربنا يسلمك. البيت نور. حسب على مهلك. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. فيك شر المرض يا سمير. آه. ياه. كنتش معشمة أرجع البيت تاني. بعد الشر عليك يا ماما، بلاش الكلام ده. يا حاجة ده إحنا من غيرك ما نسواش. ربنا يخليك يا بنتي وما تحرمش منك يا رب. طبعا اذنك بقى، هروح احضر الغداء مع سيده في المطبخ. روح يا بنتي. ماشي عن اذنكم. اتفضلي. بنت حلال قوي البنت دي. اظن مرتاحه ومبسوطه انك رجعتي البيت تاني. يا ماما اقلعي الجزمه ام كعب دي، انا مش فاهم انت بتستحملي ازاي تمشي بجزمه كعب قد كده. طول عمري يا سمير اقول الست كده ما تبقى الست لو هي لابسه الكعب العالي، بيعمل لها قيمه وشخصيه وبيشد جسمها. فكرتني يا واد ابو سمره بحكايه كده عن الكعب العالي. في مره كنت سهرانه في سميراميس وكان معانا فتونه فاتن حمامه حبيبه قلبي، وكانت زي القمر حبيبتي. كانت متجوزه وقتها عز الجنز الفقار المخرج قبل عمر الشريف بزمن، واحد امريكاني سكران قعد يعكس فيها يعكس فيها، والبت تودي وشها بعيد وهو مفيش فايده. بجح راح حاطط ايده على كتفها مقومها ترقص معاه بالعافيه. وطبعا انت ما سكتيش. ببص يمين وشمال لقيت الرجاله اللي قاعدين معانا كلهم زي ما يكونوا نازل عليهم سهم الله طافحين بلم. رحت ماسكه الجزمه وضربه بيها على عينه فقعتها له. ضربت الراجل بالجزمة في عينه؟ كانت ليلة سودة. طلع الراجل ده حاجة مهمة قوي في الكونجرس، بس العيال اللي في سميراميس طلعوا رجالة بجد، هربوني من الباب اللي ورا. لا وإيه بقى؟ بعد 10 سنين كنت وقتها متجوزة محرم فؤاد. تصادف أسهر في نفس المكان في سميراميس برضه. وقابل مين يا أبو سمرة؟ لا ما تقولي ليش إنه هو الأمريكاني أبو جزمة بتاع الكونجرس. لا وإيه؟ رحت أنا قاعدة كده ولا كأني أعرفه، خدت بوز وجايبينه بيعرفوه عليا، بيقولوا له ست تحية كاريوك شي ذا بيج ستار إن إيجيبت. فأنا رحت قلت له هاي، بصيت لي كده وصغر لي قال لهم عارفها. فقعدت يا عيني من 10 سنين خلتني زي موشه ضيق. كله ده من السلاح الذري بتاعي. بس انت مش قلتي لي مره وانت متجوزه رشدي اباظه انك ضربتي برضه ضابط انجليزي مهم قوي؟ طبعا نفس السلاح عشان يبقى يعرف يشتم مصر والمصريين كويس ابن الكلب.
بصراحة يا ماما كده ما استعملتيش السلاح الزر بتاعك ده مع أي حد من اللي انت اتجوزتيهم؟ لا، أنا عندي الراجل راجل، يعني سي السيد، أفطره وأغديه وأعشيه وأحميه أريحه على الآخر. يبقى دلعك ده هو اللي بيبوظهم. ده مش دلع، إحنا اتربينا على كده في الإسماعيلية، الراجل لازم ياخد حقه على الآخر، بس يلعب بديله كده ولا كده كله اللي كرامتي. أنا مش قادر أفهم يا ماما، حقيقي مش قادر أفهم. يعني واحد متجوز تحية كاريوكا السوبر ستار ويبص لواحدة تانية؟ فرغت عين بقى يا أبو سمرة، تقول إيه؟ يلا مسامح كريم. بتسامحيهم بعد كل اللي بيعملوه؟ شوف يا ابني، اللي بيسامح أقوى بكتير قوي من اللي بينتقم. عارف عارف يا سمير أنا نفسي في إيه دلوقتي؟ أمور يا ماما. نفسي يا ابني ربنا ياخد بيدي ويزيح عني العيا، وزور حبيبي وحبيبك النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ما دام اتمنيتيها بإذن الله هتنوليها يا ماما. أنت عملتيها كم مرة قبل كده؟ وهم بيقولوا في مستشفى عيون هناك، المرة أشوف المية البيضة اللي في عيني. خليها على الله يا ماما، إن شاء الله تبقي زي الفل. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ رايح فين يا حبيبي؟ ده سيدة عملك الملوخية اللي انت بتحبها. شيليلي نايمي، حاجة بالليل اتعشى معاكي. سمير. نعم نعم. لو كان لي ابن عمره ما كان هيبقى حنين علي زيك كده يا واد ابو سمرة. سكر انت. روح يا ابني، ربنا يفتحها في وشك ويكفيك شر العيا. قادر كريم. مالك يا مدام؟ كفلة الشر. أمي. أمك؟ أمي التانية ماتت. الست بديعة يا مصابي. استاذ فايز، المذيعه فيفي بتاعت التلفزيون مستنيه بره. وهي فيفي برضه تستنى بره يا دارش؟ دخلها بسرعه. طب ونينا اللي كانت بتسال عليك؟ نينا مين بقى؟ ما نجيلكش في نينا وحش. زق.
اللي مصحيك لحد دلوقتي يا توح؟ عشان اقول لك كلمة واحدة. طلقني. ياه ده انت جبل يا حاج، شفتي كل ده؟ الحمد لله يا بنتي على كل اللي يجيبه ربنا. استغفر الله العظيم استغفر الله. بقول لك يا بلبلة، وريني يا حاج. الفجر قرب جدا، بتاخديني نصلي في السيدة نفيسة؟ دي وحشتني قوي. يا سلام، غالي والطلب رخيص. وبالمرة ناخد معانا شوية أكل نفرح بيهم حبايبنا اللي هناك. دي من نسل حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. تعرف يا بلبلة، أنا عملت أكتر من 7 حجات. بسم الله ما شاء الله. و50 عمرة. اللهم لا حسد. وفي كل مرة باجي رايحة له قلبي بيتنقل من مكانه كأني بزوره أول مرة. يا رب يا رب ناولني الحج يا رب. نفسك فيها قوي يا نبيلة؟ نفسي يا حج. اخلصي النية وعدني وليها. اخلصي منها. اهلا يا استاذ سمير، اتفضل. لك يا سيدي. اتفضل حاجة في الصالة. صالة؟ ايوه اتفضل. يا ماما، يا حاجة، يا سمارة، احنا مش قلنا ما تخرجيش من اوضتك؟ ايه اللي خرجك منها؟ زهقت قوي يا سمرة، اعمل ايه بس؟ بحس ان الفرشة يا ابني بتاكل من جدتي اكل. اعوذ بالله اعوذ بالله. ازيك النهارده؟ ازيك يا حبيبي. ها طمنيني، ايه اخبار السقان الفاتنة؟ فاتنة حتة واحدة، كان زمان بقى وجبر. ربنا يستر بس وما تتكسرش تاني يا ابني. لا 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 خلاص، مفيش كسر تاني ولا حاجة. عموما مش بيقولوا المؤمن مصاب؟ وان الله مع الصابرين اذا صبروا. دي هدية الصبر يا حاج. ايه ده يا حبيبي؟ لو تعرفي ايه ده، لو تعرفي. عشان انت نيتك سليمة وقلبك ابيض. شوف يا ستي، انا من كام يوم كده كنت في حفلة استقبال في سفارة من السفارات، جالي واحد عرفني بنفسه، قال لي انا في السفارة السعودية. اهلا وسهلا. قال لي احنا عارفين ان حضرتك بتشوف الحاجة تحية كاريوك. قلت له اه دايما. ليه؟ قال لي انا مندوب سمو الامير فيصل بن فهد، ده وزير الشباب والرياضة عندهم هناك، وسمو الامير دايما بيعالج ناس كتير ما يعرفهمش، ورجل خير وبيحب يعمل الخير، ووصاني ان انا اسال حضرتك اذا في اي شيء الحاجه تحيه عايزاه انك تقول لي عشان ابلغ سمو الامير. قلت له معلش يعني حاجه تحيه دي نفسها عزيزه عليها قوي وما تقبلش احسان من اي حد. قال لي لا ده مش احسان، ده مجرد اعزاز وتقدير لتاريخ هذه السيده العظيمه. قلت له والله يعني حضرتك ما فيش من يومين الحاجة لسه بتقولي إنها نفسها تعمل عمرة وتزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالمرة تكشف على عينيها في مستشفى مشهور قوي في السعودية. ما فاتش يومين، لقيته بيكلمني في التليفون، قابلني واداني الظرف ده، تذكرتين طيران لجدة، ومندوب خاص هيبقى مستني في المطار من عند الأمير يوديكي كل حتة، العمرة وبعد العمرة المستشفى. شفتي؟ شفتي قلبك الطيب ونيتك السليمة؟ ربنا استجاب لدعاك يا حاج. الحمد وشكر لك يا رب، الحمد وشكر لك يا رب. انت عارف يا سمير، انا كنت خايفه لحسن اموت قبل ما اسلم على حبيبي عليه الصلاه والسلام. خلاص بقى يا حاج خلاص، قلبك الحلو وعملك الطيب بيوقف معاكي ناس كتير قوي بيحبوك. ربنا يخليك ليا يا ابني، ما تحرمش منك يا رب. تعرف يا سمير،
سؤالك عليا مال الدنيا بعد ما سابني حبيبي فريد شوقي؟ اكتر واحد حزنت عليه في الدنيا هو، دايما يسال عليا ويودني. يوم ما كنت في عربيتك كنتش قادره امشي بجنازته، دموعي كانت بتنزل عليه زي النار، كانه سمعني اول ما عدى كده من قدامي، عمال اقول له حقك عليا يا ملك، مش قادر امشي وراك يا حبيبي، سامحني. ليك يا سيد الله، هتوحشني يا فريد. كان امير يا سمير. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا بنتي. ايه يا بنتي، انت فين يا نبيله بقالك جمعه؟ معلش بقى، ما حضرتك عارف ان انا كنت في البلد. ازيك يا حاج، عامله ايه دلوقتي؟ ان شاء الله تسلمي يا حبيبتي، وحشتيني. انت من البحيره يا نبيله مش كده؟ من اني حته هناك؟ انا يا استاذ من مديريه التحرير، وتحديدا بقى قريه اسمها مصابر. نبيل، هو انت فعلا من مصابر؟ مصابر؟ ايوه. تعرفيها يا حاجه؟ طبعا اعرف. هو انت زرتي بلدنا يا حاجه؟ لا يا بنتي، عمري ما زرتها. مساء الخير. مساء النور. الحاجه ضحيه موجوده؟ اقول لها مين حضرتك؟ قول لها عمر زهران. تعالى يا عمر يا ابني، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي صحتك؟ اخبارك ايه؟ تعالى اقعد هنا جنبي. الله يخليكي. ازي صحتك؟ الحمد لله. ليك وحشه يا عمر. الله يخليك. ده انت ما شاء الله زي الفل اهو. ده عنيك يا حبيبي الحلو. الله يخليك. تشرب ايه يا عمر يا لا متشكر، انا مستعجل، معلش امشي على طول. انا بس شيخ صالح كامل بيسلم عليك كتير. الله يسلمه يا حبيبي. وبعت لك معايا رساله. خير؟ بعت لك بس الظرف ده. كتير خير الشيخ صالح كامل ده. سلم لي عليه. سلم لي على صفاء. بنت حلال البت دي قوي. هي ما بقتش محتاجة فلوس، الحاجة محتاجة لدعائكم. حكاية الحقيقة واضح إن أنا وصلت الرسالة غلط، وهما كان قصدهم إن ده عربون. هنسجل مجموعة حلقات تاني نكمل بيها اللي كنا عملناهم قبل كده. عربون ايه؟ وحلقات ايه بس يا عمر؟ انا خلاص ما بقاش عندي اي كلام اقوله. غير لا اله الا الله سيدنا محمد رسول. الحمد لله والله أكبر. تشرب إيه يا حبيبي؟ تشرب إيه؟ خير يا أستاذ سمير؟ هي الحاجة تعبت تاني ولا إيه؟ لا 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 مش تعبانة ولا حاجة، طمني. لا في الحاج حمدي من عندكم الحسابات اتكلمني في التليفون، قال ان احنا لنا فلوس عندكم فجيت اخدها. مظبوط فعلا، بس هو الحاج حمدي مش موجود دلوقتي، هو نزل. بس انت لو استنيت معانا 5 دقايق ممكن اجيبه واجيلك لحد الاستراحه اللي انت هتقعد تشرب فيها الشاي بتاعك. ده هيتاخر كتير يعني؟ لا 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 على طول. خلاص خليني قاعد معاك. والنبي ده انت تنورنا. بس على شرط. اؤمر. ما تسأليش أي أسئلة. طب تشرب إيه؟ منور الله يا أستاذ، عسل عسل. طب دي صورة سلمان بنجيب، صورة نادرة قوي، مين اللي جنبه دي يا حاج؟ دي يا سيدي صورة أمي الله يرحمها. الله يرحمها.
بس انا لاحظت حاجه يا حاجه لما زرتك المره اللي فاتت على الكوميدينو بتاعك كنت حاطه صوره برضو لسليمان بن نجيب، ايه السبب؟ ده ابويا اللي ما خلفنيش، علمني كل حاجه، علمني اقرا، علمني ازاي اكل، علمني الرقص، علمني التمثيل، علمني الدنيا يا عمر يا ابني. اتفضل حضرتك 120 جنيه بقيت الفلوس اللي حضرتك دفعتها. حاج حمدي حضرتك طلبتني عشان اخد 120 جنيه دول؟ ايوه يا فندم. متشكر جدا، وانا بنيابه عن الحاجه بقول لحضرتك يا ريت وزعوها على الاستاف، هو مش قادر مقام بس يعني يا ريت. ميرسي جدا يا فندم. ميرسي. العفو يا فندم. استاذ سمير. نعم. ممكن سؤال لو سمحت؟ اخر سؤال. نعم. حاجه قولي لي، كان نفسي اسالك على حاجه. لسه زعلانه من فايز حلاوه؟ فايز الله يسامحه بقى، خد كل حاجه حتى عمري. كويس نسيب لي شويه ذكريات. كان نفسي بس ما يجرحنيش. عارف يا عمر، انا طلبت منه بقيه الصور، طلبتش اي حاجه تانيه، ولا طلبت هدوم ولا الماز ولا فرارات، طلبت بقيه ذكرياتي حتى بقيه ذكرياتي حرمني منها. فهمتي؟ لا بصراحة لا. هقولها لك آخر مرة، مجلس الشعب كان اعترض على قانون خاص باتحاد النقابات الفنية اسمه القانون 103. ها؟ الفنانين اعتصموا في نقابة السينمائيين معترضين، منهم الحاجة تحية. قعدت 5 أيام في مبنى النقابة من غير أكل ولا شرب. فهمتي؟ فهمت طبعا طبعا فهمت. ده الحاجة تحية دي طلعت قوية قوي ما شاء الله. لا هي مش قوية قوي، هي تحية قوي. قولي لي يا حاجة، الحاجة شادية بتكلمك بالتليفون؟ بتطمن عليا كل كام يوم كده يا حبيبي. ما بتجيش تزورك خالص؟ شادية ما بقتش تزور حد غير الكعبة. عايزين نرجع السورية بتاعتك بتاعت زمان دي تاني يا حاجة. فاكرة لما سافرتي مع وفد الفنانين سنة 88 لقبرص؟ دلوقتي ما بقاش في صحة يا ابني. بس ساعتها ما كنتش أقدر أبدا أقول لفلسطين لأ. ده الناس هناك كانت بتموت وبتتدبح واحد ورا التاني، بيوت كانت بتخرب. ده كان مهرجان منظمه منظمه التحرير الفلسطينيه. كان مين اللي سافر معاك يا حاج؟ كتير قوي يا عمر. نور الشريف، يوسف شاهين، وانا ناس كتير قوي. ده حتى انا قلت شعر انا ونور ومثلنا وغنينا. ياه أنا سمعت إن أنتِ أول واحدة اتبرعتي يا حاجة من الفنانين كلهم. اتبرعت بجنيه ذهب. كانت أهدتهولي الست أم كلثوم في حفلة من الحفلات. اتباع في المزاد بسعر عالي أوي أوي. والمفاجأة بقى، بعد المزاد اللي اشترى الجنيه رجعهولي تاني. قعدتك ما يتشبعش منها يا حاجة.
وحوارك ممتع طول عمرك، بس انا مضطر استاذن عشان عندي مواعيد. هتوحشني يا عمر. ربنا يخليك يا حاج. وابقى سمعني صوتك. طبعا. انا بفرح قوي يا ولا لما بسمع صوتك. الله يخليك يا حاج. خد يا حبيبي. دي عشان انا حاجه؟ لما بسافر عند حبيبنا النبي بجيب منها كتير قوي واوزعهم على الحبايب. دي ريحتها مسك. الله، دي فعلا ريحتها حلوه قوي يا حاجه. ربنا يبارك فيكي. خليها معاك. دي سلاحك يا عمر. ربنا يديك الصحه يا حاجه وما يحرمنيش منك ابدا. ربنا يحافظ عليك يا ابني. سلام عليكم. ايه يا سيدة في ايه خططيني؟ كلب السالي وفادي مش قادرة تاخد نفسها. حاجة 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 توحى توحى أنا سمير حاجة حاجة ما تخافيش ما تخافيش أنا هنروح مستشفى حال 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 لا 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 مش حاوديك المستشفى النقابة ما تخافيش ما تخافيش سيدة هاتي التليفون حالا نفسي ارتاح واريحكوا بقى. وبعدين بقى في الكلام اللي يوجع القلب ده ليه بس بتقولي كده يا حاج؟ ما تقلقناش عليكي بقى والنبي. قولي لها ما هي زي الفل اهو. ايه؟ يومين ثلاثة هتقعديهم هنا في المستشفى اعتبرهم استجمام وهنرجع البيت على طول. طب انا بعد اذن حضرتك بس هروح اجيب لها حاجة تشربها وهاجي على طول. ماشي يا عم ماشي. هي بس ايه الوهم؟ انت زي الفل. هايلة وكويسة وحلوة. يومين وحنخرج. عارفة هوديكي فين؟ حتة بتحبيها أوي. يوم الخميس بالليل هاخدك تصلي الفجر في السيدة نفيسة. إيه رأيك؟ مدد. مدد يا ستنا يا نفيسة العلم مدد. أنا نفسي ربنا يديني القوة وخدم المقام بإيديا وأكل حبايبنا الغلبة اللي هناك. مش الغلبة بس، كل اللي في الساحة. ولا سمير؟ نعم. تفتكر ربنا هيقبلني يا ولا؟ إن شاء الله ضحك. عملك الطيب واللي انت عملتيه فلوس كتير قوي ده كله عند ربنا. يا رب يا رب. عايز اطلب منك طلب يا سمير. نعم. نفسي اكل سمك مشوي. سمك مشوي؟ من عيني. حاضر. بتعالي كل سمك مشوي معانا. استاذ سمير الحاجة تحية دخلت العنهان مركزة. Thank you.
حاجة؟ حاجة؟ أنا سمير يا حاجة. حاجة أنا سمير، أنا جيت. وأنا داخل هنا من الأوضة اللي جنبينا هنا على طول، قدامها سبت ورد، كل ورد أبيض من اللي أنت بتحبيه. ما قدرتش أجيب السبت عشان ممنوع دخول ورد هنا. سرقت لك وردة بيضة اللي حطيتها جنبي. والسمك، أنا جبت السمك المشوي. السمك المشوي معايا، هناكله سوا. لا ولا يهمك، هنشيلها وفصص لك السمك تاكليها وبعدين نرجع دي تاني. تقلقيش من حكاية الإنعاش دي، دكتور طمني بره قال لي كلها يومين أو يوم بالكتير وتطلع من هنا. هاخدك ونروح المعمورة. معمورة بقى تقعدي قدام البحر، وممكن تنزلي المية أكيد عندك مايو. مايوم بتاع شاطئ الغرام. وما تطلع من البحر هغني لك الغنوة بتاعت لعبة الست تحتك. يا خارجة من باب الحمام وكل خب علي خوخة 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 خوخة. قبل ما نروح اسكندرية هاخدك زي ما انت قلتي لي السيدة نفيسة نذبح، ونروح السيدة نفيسة ونوزع للناس اللي هناك. انا عايز اقعد معاك كتير بس قالوا لي ممنوع، بس انا طبعا مش هسأل فيهم. قاعد بره هنا كل شويه اخش لك. مش عايز حاجه مني؟